السلام عليكم خوت، صباحكم مبروك. تحياتي لكم الخوت. اليوم رحنا كنتواجدوا في السوق حد البروج بني مسكين اقليم سطات الخوت. صويره الاخوان راه بتاريخ 11/8/2024. هاجوا ان شاء الله السوق مع اخوكم يونس ود مجيد. وتحيه لجميع الاخوان الناس اللي كيتبعونا كاع اللي داخل الارض الوطن وخارج الارض الوطن، تحياتي لكم كبيره ونهاركم مبروك. يوم الخوت راه غادي نشارك معكم ان شاء الله الثمن ديال الحوليه وديال الخروف، وراه شلا ثمن الخوت، راه ما كينسلعاش، راه واخا هكاك راه السلعه قليله اليوم الخوت. الله يسخر لكل واحد، وما تنساوناش بلي لايك ديالكم، جزاكم الله خيرا وفرجه ممتعه، والله يسر الامور لكل واحد والله يسهل عليكم الخوت. يا الله نهبطوا ان شاء الله ونشارك معكم الاثمنه والسوق. تبارك الله، هانتوما الاجواء، راه الله يبارك، اجواء راه زينه. وتحياتي لكم، ونمشيو اتجاه اخر نشارك معكم الاثمنه. يا الله تبارك الله عليكم اخوان. نشارك معكم حل 20 خروف الخوت تقديتها اليوم من سوق حد البروج. نبات زين الخوت، سلعه زينه تبارك الله. 20 خروف هنا الاخوان اللي كاينه اللي تقديت ما شاء الله، نبات زين، نبات مغيز الخوت. واللي بغى ان شاء الله من الخوت المشرى هنا راه ما مقادش، المشرى راه ما مقادش الخوت، تلقى نورته. بالنسبه للسلعه الاخوان راه تخرج عاده باش تبيع، راه مع مقيده الخوت. نشاركها معكم هنا في السوق 20 خروف، لا عيب لا والو، سلعه زينه، سلعه تبارك الله ديال الكسيبه الخوت، ولا كار لا في الثوب لا كلشي، والزينه الخوت. هنا المشراره ما مقادش الخوت، المشراره ما مقادش. كاينه 56، كاينه 57، كاينه 55.5. اللي بغى ان شاء الله من الخوت راه يتواصل معايا ونجمع لها ان شاء الله حسابها. واللي بغى شي حبيب ان شاء الله راه مرحبا به، وفرجه ممتعه، وهاجوا ان شاء الله تسوقوا معنا اليوم من السوق حد البروج. سلعه راه زينه كامله، نبات زين، ثوب واحد، قرن واحد، وغلم زينه، ضاويه تبارك الله، والله يجيب التيسير، اللهم يسر. اخوان نشاركوا معكم هذا الخير تبارك الله، الوقفه حولي ملاح ملكي، قلت لي مازالت نيات، هانتوما تني، ولكن تبارك الله راه العلوه الاخوان اللي عدوا راه ما شاء الله، حولي عالي، حولي ملكي الخوت، تبارك الله تبارك الله تبارك الله، العلوه الخوت وراه مازالتني خنفاره تبارك الله، راه ما شاء الله. هذا شحال عطاوك فيا اخويا العزيز؟ مليون و30 تبارك الله، بحال 6500 درهم، حولي ملاح، الله يبارك. فولات فروقات، هانتوما الخوت باش عرفوا المليح المليح. الثمن ديال البيع شحال؟ مليون و70، ياك مليون، بحال باقي بيناتكم البعض، باقي شويه بعد مع بعضياتكم، ولكن راه حولي راه ما شاء الله، حولي ملاح عالي زين. تبارك الله عليك اخويا العزيز، كنشكروك، هانتوما الخوت، الوجه تبارك الله، كون كاينه في حل شي الدميعات هنا يكون زايدنا غزة، كاينه ولا؟ ها؟ ويلي ويلي ويلي، كون كان دا معاه شي حاجة أخرى، كلام أخر قول لي. تبارك الله، ما شاء الله، ما شاء الله، الله يبارك، الله يسخر لخويا في هذا الخير، اللهم يسر. محمد، صباح مبروك، كلشي مزيان، صبحنا على هذا الخير، الله يبارك. الزواق راك شاري لي قال دميعات تبارك الله، 100% لانو هذا هذا فرخ تبارك الله زين، ما دايش في الجمعيه، اييه سنان الحليب الاخوان، اييه باينين من القرن تبارك الله، باقي فرخ، وبالنسبه للكمامه تبارك الله، والدم على جوج كمامه، والدم على جوي، والبايات تبارك الله. هذا محمد غتقول لنا المعطى ولا المشرى ولا ها؟ عطاونا 124، 6200 درهم، هذا 106000، 5300 درهم. اللي يحتاج شي حاجه ان شاء الله محمد، خلي الاخوان، خلي الاخوان النمره ديالك 06 23 57 25 26، اييه نشاركوا مع الاخوان
انتوما الاخوان فروخره زينين تبارك الله ما شاء الله زينين الله يبارك. ونشارك معاكم السلعه حتى هي اللي تقدم محمد. هذه هنايا قلت لي كاينه 11 محمد ياك 11 حاوليه. هذه دابا اللي بغى يطلق عليها شي فرخ ولا الكسيبه على جوج جوايع. اييه تبارك الله الزريعه تعطي الزريعه زينه تبارك الله. اه توب وبحال هو توب ومواصفات والحوليه هي مواصفات تبارك الله تعطي الزريعه جمال. هذه دابا تولي نعجه على ولد تبارك الله تولد زريعه زينه تبارك الله. تقريبا هنا المشرى ما مقادش محمد تقريبا من الناس اللي ناس يعرفوا بعدا الاخوان 45 وزوجات 100000 هي كاينه 44 كاينه تقريبا كيبدا المشرى من 45 حتى 48 ياك 45000 و500 باش غطيح. بو محمد خلينا الاخوان نمره واللي يحتاج شي حاجه راه يتواصل معاك ان شاء الله. لا ما يسترس راه يتواصل معاك ابو محمد. لا ما يسر لا الدنيا هانيه مرحبا. شوف انسان راه نيشان نيشان والرزاق الله هذا قول لي كاين شي حاجه راه كاينه كاينه وشي حاجه راه ما كايناش راه ما كايناش الخير ونمشيو اتجاه اخر. يا اخوان نشاركوا معكم نعجات تبارك الله انو مطبوعات تبارك الله ما شاء الله. خويا العزيز كيداير كلشي مزيان هانتوما الاخوان طانقه ديال انو اش دايره في السناري هادي الساتيه الخوت. بالنسبه للدرار كاين شي درار ياك دار راه هاد اييه درار الاخوان درار بعيد ولا مازال دار دار بعدا الاخوان راه دار راه تكون عندها تقريبا هذيك شهرين ولا ياك اييه. هادي هادي اخو العزيز والده اش والده والده خروف او ولدها الخوت والده خروف تبارك الله الخروف شاركوا مع الخوت. اه والله اللي دايره في السنين جامعه ايه هادو شوما والدات ياك واحد واحد اسمح لي الله يرحم لك الوالد. عبورات ياك عبورات ياك اش دايره في السنين جوجات هنايا باقينا ثنايا الثمن ديالهم ثنايا شحال 124 ياك كل وحده هي 3200 درهم هنا هي الخوت والدة حوليات. هذه قلت لي حتى هي الثمن كاين خوتها مطبوعات في الدار هذه 12 مطبوعه هذه شحال الثمن ديالها هذه 120 120 هذه 6000 درهم هذا الفرخ شحال حتى هو عطونا خويا عطونا فيه 130 130 6500 درهم تبارك الله. هذا هذا غيكون باقي سنين الحليب باقي سنين الحليب ياك اييه اللي يحتاج شي حاجه ان شاء الله من الخوت خلي لي اخوان النمره ديالك عيد اخوان 06 12 92 84 49 اللي يحتاج شي حاجه راه يتواصل مع هذا الصديق. اللهم يسر لك اخو العزيز اللهم يسر. ابو عبد الله ديما الجديد اخويا عبد الله صباح مبروك بعد اخويا كلشي مزيان. شاركوا مع الاخوان شي حبات على عبد الله تبارك الله هذا سنين الحليب ابو عبد الله صباح يا فرخ هذا الاخوان ما شاء الله مواصفات تبارك الله جميع المواصفات فولات فروقات فروقات تبارك الله. انتوما الاخوان فولات فروقات حاولي زين في التوب لا كل شيء الاخوان. هذا شحال ابو عبد الله هذا عطونا فيه 130 ياك 6500 درهم الاخوان هذا تبارك الله. هذا عاد الاخ ديالك عطينا فيه 114 114 5700 درهم الاخوان. هادو دابا لي تحسين الناس ليك لي تحسين الناس اييه فروخه زينين كلشي تبارك الله جميع المواصفات فيهم. بعد الى تخلي الاخوان النمره ديالك اللي يحتاج شي حاجه ان شاء الله من الخوت 06 42 38 36 60 اللي يحتاج شي حاجه راه يتواصل مع خويا عبد الله ولا ما يسر لك اخويا العزيز تبارك الله ما شاء الله فروخه ملاح زينين. بو عبد الله جمال والمليح فرخ مليح الخوت شي حاجه اخر ما غنات ومكلتهم تبارك الله القرن تبارك الله الخوت ببوشه والدمعات الكمامه الوقفه جميع المواصفات فولات فروقات اييه تبارك الله فولات فروقات الاخوان الفرقه ديال الفولات ها تما
تبارك الله ديل ما شاء الله هذاك الشين مغيز لا عيب لا والو الخوت والزين الزينه بعبد الله هنا شحال الثمن 120 الف درهم مليح مليح وزين تقريبا عندك هاد البياسات هاد البياسه اييه خلي الاخوان النمره ابو عبد الله 0 0 2 72 94 22 80 اللي بغى هاد الفرخه الخوت هذا اللي يخرج ان شاء الله سلاله زينه هذا ده شي حاجه تبارك الله سوبر ما شاء الله هذا ما شاء الله ما عاد ديما نقول الله يبارك اللي بغاه النمره ابو عبد الله 0 0 72 94 22 80 الله يسخر ابو عبد الله وشي حاجه راه طوب تبارك الله شي حاجه راه زينه فرخ مليح الله يبارك الخوت تبارك الله نديرو افتتاح بهذا الخير شاركوا معكم شي سليعات شي حاجه الكاليتي اخويا المليح تبارك الله السلعه نقيه ما شاء الله هذا هو الخوت هذا واقفه تعلف الفحل دابا حوليات واقفه تعلف الفحل الخوت الدمعه الدمعه كل دمعه جميع المواصفات ها انتم جميع المواصفات الدمعه على جوج جوايه تبارك الله هذه الخوت واقفه على الفحل راه الغنم قبيح بالنسبه لهذه شحال فيها ابو محمد هنا فيها 13 حب فيها 13 هنايا اييه الله يبارك حوليه زينه بمواصفات وكل شيء الله يبارك بالنسبه للثمن هنا مشرى ما مقيدش الثمن مشرى جمله جمله هي ياك اييه قول لنا المشرى وخلي الاخوان النمره ديالك مرحبا هذيك الساعه أيه. اللي بغيها ماشي مشكل الله يسخر الله يسخر خلي بعدا الاخوان النمره ديالك واللي احتاج شي حاجه راه يتواصل 06 06 35 35 12 12 77 77 31 31 الله يسخر هذه هنا كاينه 13 الخوت كامله بمهبوات ديال لانو الله يسخر ما شاء الله راه مواصفات وكل شيء حتى المواصفات كاينه الدمعه تبارك الله ما شاء الله بالوحده ما يبارك ما يبارك ما يبارك الله يسخر حوليه كامله زينه ونمشيو اتجاه اخر اللهم يسر ليكم اس اعطاونا في الفرادي 80000 والله 80000 في الفرادي في الفرادي ايوه 4000 درهم تبارك الله دمعه منهم حوليه تبارك الله عاليه واقفه على الفحل الله يسخر اللهم يسر ليكم اسيدي عزيز صباح مبروك كل شيء مزيان امور هانيه نشارك معكم هذه السلعه هذه الصديقه الخوت خويا العزيز شحال عطاوك دابا؟ عطاني 70 اخويا 70 ياك هي 3500 درهم تبارك الله سلعه غليظه هذا في حل حبيبه ياك ها هي راه طايبه هي ثلاثه ياك كاينين هي بحال هذا الشكل نيت تقريبا بالنسبه للحبوب بحال هذا الشكل بحال ما تشكل بحال هذا الشكل هادو راه دابا خاصهم اتفرغهم هادو دابا راه طايبه يا شرف اييه بجابيل بالنسبه للناس اللي عندهم هذا المشكل يخليها تطيب ويفرغها الاخوان وكنشكروك اسيدي اللهم يسر لك اللهم يسر ها انتم الاخوان السلعه راه زينه تبارك الله ونمشيو اتجاه اخر الخوش الله يسخر الله يبارك نشاركوا معكم الاخوان هذه السلعه السلعه راه رطبه تبارك الله زينه خويا العزيز كيداير كل شيء مزيان الامور هانيه السلعه زينه تبارك الله شحال عطاوك في هذا الخير اخوان 70 قال جوج بحال 68000 ريال السلعه زينه الاخوان هذه 3400 درهم 68 الخوت وما شحال هنا من خروف اخويا 9 ياك 9 الخرفان هذو الخوت اللكسيبه ان شاء الله لا قسم الله وهذا ان شاء الله راه الفحل هذا اللي بغى يعزلو ياك فرخ 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 تبارك الله ايوه اللهم يسخر الله يسخر خويا العزيز وكنشكروك اسيدي وتبارك الله عليك سلعه زينه الدري سلعه نقيه اللهم يسخر خويا الشرقي مرحبا خويا يونس صباح الخير اسيدي كل شيء مزيان شاري نبت زين نبت زين تبارك الله نبات زين هذا الاخوان عشق تعشق هذا السلعه ديال العشاقه هذه بو الشرقي غتعطينا هنايا شحال كاينه من خروف
تخرجها. هما شحال مشريهم تقريبا باش تقيموا عليك؟ اه غتقول 56 و 400 هذا مشريهم، عطاوك 500 درهم ديال الربيع، قلت لي 1000 درهم وهذا قول كلام معقول. شوف شوف بالشرقي انسان يكون صريح ولي والرزاق الله، ها شحال بغيت وها شحال كنطلب. الله يحفظك زينين تبارك الله. بو الشرقي خلي الاخوان النمره ديالك. اييه 06 73 04 65 56. اللي بغى هذا النبات راه يتواصل مع بو الشرقي. وتبارك الله عليك اسيدي. الحمد لله الحمد لله. الانسان شوف متفق وصيفطوا له كاع فلوس وتصيفط عليهم. اه كاع ما يجي كاع ما يحضر هو كاع، ولكن الانسان الله يرحم لك الوالدين بحال كيتقدى لي خو. وهذا قال لي كاين تبارك الله عليك ابو الشرقي وكنشكروك. الله يحفظك ابو الشرقي. الله يحفظك ابو الشرقي كنشكروك. الله يستر الله يستر. ما شحال عطاو لعبد السلام هنا؟ السلام عليكم. داير عبد السلام 55 2750 درهم هذه الاخوان. ها انتم السلام. ها انتم الخوت هذه راه 55000 ريال. تبارك الله. 2750 درهم عاد عبد السلام. السلعه ديال تاد لها ديال الخوت. السلعه ديال تاد لا تبارك الله. هي شحال فيها من راسها اخويا العزيز؟ فيها 16 ياك. تبارك الله السلعه زينه تبارك الله. الله يسخر لك اخويا العزيز. اللهم يسر لك اللهم يسر. خو العزيز كي داير؟ بخير امور هانيه تبارك الله. نشاركوا معكم الزوجات شحال هما؟ هاد الربعه هادو طايحين بواحد و 42 و 250. كاينين هاد الجوج وهاد الجوج الاخوان. هذا مشري واحد مشراهم واحد. اييه قلت لي مشراهم 42 و 250. 42 و 250 ريال. اييه هذا مشراهم الخوت تبارك الله. اللي عاقه سعيد. اه حوليات نقايه زينين تبارك الله. هذا مشرى واحد الخوت. مشري واحد دك واحد. واللي بغاهم ان شاء الله من الاخوان خلي النمره ديالك. اييه ولا تبيعهم هنا ابو حسين؟ سير الله يسخر هما يسر. هذاك الشيء اللي كاين. هذو الخوت راه مشريهم 42 و 250 وهما راه اربعه مشريهم واحد مشرى واحد. والله يجيب التيسير ونمشيو اتجاه اخر الخوت. خويا العزيز. اييه مشرفين اسيدي مشرفين. شحال عطاوك في هذه السلعه؟ 76 3800 درهم تبارك الله. هما خمسة. هي خمسة. جوج عطاك شحال؟ 80 قال واحد. حالة 79000 ريال. هذا وهذا. ها انتم الخوت هذا وهذا. عطاو 79 80 قال واحد. اللهم يستر اللهم يستر. تبارك الله. و 76 الاخوان الجملة 3800 درهم الجملة. وجوج عطاو 79000 ريال تبارك الله. حالة 3950 درهم في جوج و 3800 درهم فيهم جملة هما راه خمسة. إوا هذا قالي كاين الخوت ونمشيو اتجاه آخر.